لما حدث التفجيرات لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد. أنت كنت في السجن أنا في السجن. نعم كنت في السجن. فحكمت بعشرين سنة سجن. عشرين سنة. نعم. والناس في تحملهم للشدائد ليسوا سواء. اختفى عن الأنظار لفترة معينة ثم رجع وإذا به علماني حداثي يحارب دين الله عز وجل. أصحابه كلهم من الزنادقة والمجرمين الذين يطعنون في ثوابت الإسلام. هذه التجارة بالدين لأنه الآن يبيع لهم مجموعة من المعلومات الدينية مقابل مادي. فالآن يسعون إلى محو أي تشريع إسلامي من القانون المغربي. لكن لو حملت من ذلك الزنا ولم تأتي بشهود أنها متزوجة عندئذ يقام عليها الحد. ما إذا وجدت امرأة مع رجل مختليين مع بعضهم البعض فيستحقان التعزير. يعني هذا الأمر هذا ما فيه اجتهاد. لا اجتهاد في هذه الأمور. لما ظهر عصيد نسأل الله ينتقم منه. من كان يظن أن رجلا مثل أندرو تايت سيدافع الإسلام بقوة ويتبعه الملايين من الشباب؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البودكاست. هذه الحلقة جد مميزة لأنني كنستضيف واحد من رجال المغرب الأفداد، شيخ ديالنا حسن الكتاني. مرحبا بك. حياكم الله. شرف كبير لنا أنك تحضر معنا في هذا البودكاست هذا. الله يجزك بخير. بارك الله فيك. الله يكبر بيك والله يرحم والدينا. ومرحبا بك. الله يسلمك. في البداية ما كرهش أنك أنت اللي تعرف بنفسك لأنني أنا أعجز عن التعريف بأمثالكم. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقبل كل شيء يسرني أن أكون بينكم في هذه الليلة الطيبة. أما بالنسبة للتعريف بنفسي فأنا حسن بن علي بن منتصر الكتاني. ولدت في مدينة سلا سنة 92 و300 و1000 الموافق 72 و900 و1000 ميلادي. ونشأت في الحيجة في الجزيرة العربية حيث درست كل دراستي هناك الابتدائي والإعدادي والثانوي إلى أن أخذت الثانوية العامة التي تعادل البكالوريا. ثم رجعت إلى المغرب حيث درست علوم الإدارة والاقتصاد باللغة الإنجليزية في معهد خاص International Institute for Higher Education. وبعد أن انتهيت من ذلك ذهبت إلى الأردن حيث أخذت الماستر في الفقه والأصول بعد إجراء معادلة في دراستي. ثم بعد ذلك توفقت لأخذ الدكتوراه مؤخرا بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. مقابل هذا وموازاتي معه كنت أدرس في المساجد على العديد من العلماء والمشايخ سواء هنا في المغرب أم في الحجاز أم في الأردن أم في الشام. وقد وفقني الله سبحانه وتعالى وسافرت كثيرا حتى إني سافرت إلى جل القارات العالمية سواء رفقة والدي رحمه الله أم لوحدي. ومؤخرا بفضل الله سبحانه وتعالى انتخبت رئيسا لرابطة علماء المغرب العربي كما أنني انتخبت في الأمانة العامة لرابطة علماء المسلمين وانتخبت أيضا في الأمانة العامة للهيئة العامة لنصرة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. وكذلك أشارك في العديد من المؤسسات الإسلامية الأخرى التي لها دور كبير بفضل الله سبحانه وتعالى في مدافعة أعداء الله ومدافعة مكايدهم ضد المسلمين. ما شاء الله بارك الله فيك شيخنا. أنا اللي لاحظت أنه كتقدم مجموعة من الدروس الدعوية بلغات أخرى، يعني الشيخ يتقن لغات أخرى غير اللغة العربية ما شاء الله. نعم أنا يعني كنت نشأت في بيئة أمريكية. عندما كنت صغيرا نشأت في بيئة أمريكية في شرق الجزيرة العربية في مدينة الظهران. فكبرت أنا أتقن اللغة الإنجليزية ويعني درستها في المدارس ودرست بها أيضا في كما ذكرت لكم درست علوم الإدارة والاقتصاد باللغة الإنجليزية. فأنا الحمد لله أتقن الإنجليزية جيدا وأنشأت أكاديمية سميتها أكاديمية الحافظ بن عبد البر لتعليم العلوم الشرعية وأدرس فيها باللغة الإنجليزية كما أنا أدرس كثيرا من العلوم الأخرى باللغة العربية. ما شاء الله بارك الله فيكم شيخ. الله يجزكم بخير. كنشوفوا أنه كل ما تسمع اسم شيخ الحسن الكتاني إلا وارتبط بالدفاع عن الثوابت الوطنية عن الدين الإسلامي كذلك المطالبة بتطبيق مجموعة من الأحكام للشريعة الإسلامية. وكنشوفكم أنك ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي فما سر هذا النشاط هذا؟ من الأهداف التي رسمتها منذ أن يعني فتحت عيني على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إنشاء العالم المسلم الذي يمثل
دينه يمثل أمته. ولذلك اخترت أن أدرس العلوم الشرعية، واخترت أن أكون عالما بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن العلماء ورثوا الأنبياء، ولأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. وإن من أعظم مهمة العالم أو مهمات العالم أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مهامه، اللهم إلا أنه لا يوحى إليه وليس معصوما. فلذلك كان من منهج العلماء الربانيين أنهم يبينون دين الله، يبلغون رسالات الله، ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. وهناك آيات وأحاديث كثيرة ترهب العالم من السكوت عن الحق. من كتم علما علمه الله إياه ألجمه الله بلجام النار يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إذن هذه ترهيبات للعالم، لأن الله سبحانه وتعالى حمله هذه المسؤولية. والعلماء كما أنهم ورثوا الأنبياء فإنهم موقعون نيابة عن الله. هذا التوقيع إما يكون توقيعا صحيحا أو توقيعا مزورا، والتوقيع المزور هو توقيع من يبدل دين الله ويغير شريعته ويفتري على الله الكذب، والتوقيع الصحيح هو الذي يوقعه العالم مبينا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن يتدخل في ذلك بشيء، اللهم إلا باجتهاده في فهم النصوص الشرعية. ما شاء الله. هنا مسألة مهمة، وهي أنه كون أن ارتبطت بالدفاع عن الشريعة الإسلامية ومع ذلك، فهذا حقيقة محض فضل الله سبحانه وتعالى. هذا أمر أكرمني الله عز وجل به، ونسأل الله أن لا يمكر بنا وأن يثبتنا وأن نبقى على هذا إلا أن نلقاه راضيا عنا، وإلا فلا نحن ضعاف وليس لنا من الأمر شيء. ما شاء الله، نسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة ويرزقنا الصدق والإخلاص. شيخ حسن، منذ متى وانت بديتي الدعوة لله؟ واش خص العالم حتى يولي يبلغ واحد المبلغ من العلم عاد يبدأ الدعوة لله والخروج في الأسواق وأنه يتكلم مع الناس ويبلغ على الرسالة لله، ولا خص واحد درجة من درجات العلم عاد باش أنه يخرج لعموم الناس ويتكلم معهم؟ المسألة يعني هي تبدأ بالتدريج. أنا منذ كنت طفلا وأنا في المساجد وفي حلقات تحفيظ القرآن وفي دروس العلماء، وكنت إذا درست شيئا أعلمه لمن هم أصغر مني، ما شاء الله. فتدرجت في ذلك شيئا فشيئا إلى أن بفضل الله سبحانه وتعالى يسر الله ويعني درسنا العلوم الشرعية وما إلى ذلك. لكن أنا منذ يعني من المواهب التي حببها الله سبحانه وتعالى هي التدريس. أنا منذ كنت طفلا صغيرا وأنا أحب التدريس، فأجمع أطفال وأدرسهم، أجمع من كان أصغر مني أدرسه، وهكذا إلى أن كبرت. ما شاء الله تبارك الله. هاد يعني أنا اللي تنفهم أنه في ذلك الفترة مثلا ديال 2003 اللي هي واحد نقطة فاصلة في حياة الشيخ حسن الكتاني، يعني كنت تمارس الدعوة بشي طريقة من الطرق يعني واصلة للناس، فكان هذاك الاعتقال اللي جاء، فبغيتك تحكي لي شوية على الظروف اللي جاء في هذا الاعتقال. طبعا أنا كنت أولا في الأردن لمدة 4 سنوات، فلما رجعت من الأردن، والأردن كان لي فيها دور ولقاءات والتقيت فيها بكثير من الناس، وكان لي كنت أدرس يعني. فلما رجعت كان لي مسجد كنت أخطب فيه الجمعة، وكنت أدرس في مدينة سلام، كما أني كنت أدرس في مسجد في مدينة الرباط. فإذا كان لي منبر كنت أدرس فيه وألقى الناس، وكان لي يعني لقاء معهم، كما أنني كان لي نشاط مع جملة من إخواني، وهذا النشاط كنا ننظم فيه الجلسات العلمية. فكان لي برنامج علمي للمبتدئين وللمتوسطين وللمنتهين وما إلى ذلك، ويعني كنا ننشط، وكان هناك حلقات للنساء، حلقات للرجال، هذه أمور كلها يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كنا ننشط فيها، وكنا يعني متفاعلين مع أحوال الأمة الإسلامية وما إلى ذلك. طبعا هذا الوقت قبل وجود وسائل التواصل الاجتماعي. فإذا هذه الأمور كانت كنا يعني نستفيد من اللقاءات العامة، اللقاءات المناسبات العائلية، الولائم، العقائق وما إلى ذلك، فكانت كنا ننظمها أحسن تنظيم، ويحضر فيها عدد كبير من الشباب، وكان هناك يعني العديد من المشايخ ينشطون. فلذلك كان ذلك الجو جوا رائعا، وكان الجو منفتحا جدا. هذه الأمور كلها قبل أحداث أمريكا وغيرها، فكان الوضع منفتحا جدا بالنسبة لنا في المغرب.
الحمد لله في هذه الفترة هذه اللي كان فيها الوضع الحمد لله منفتح، وكنتم توصلون رسالتكم، وكنتم يعني تدرسون العلم الشرعي لمجموعة من الطلبة الذين يطلبون العلم الشرعي على أيديكم. في هذه الفترة كان لكم كذلك كما قلتي مواقف اللي ممكن أنها تكون قاسحة شوية، ولا انتقاد للسير كيفاش كانت الدولة تنظم الأمور ديالها، ولا واش كانوا شي صدامات يعني في بعض المواقف معها. يعني خطب الجمعة كانت تطرح المشاكل العامة للأمة، فيعني في بعض المرات خاصة في يعني في المحاضرات الأخيرة الخطب الأخيرة حيث كان حيث يعني أحداث 11 سبتمبر، فيعني عممت خطبة على جميع المساجد لاستنكار العملية ويعني والتعاطف مع الولايات المتحدة الأمريكية. فأنا لما خطبت يعني حاولت أن أعدل في تلك الخطبة، فوجدت أن الأمر صعب فألغيتها وأخرجت خطبة من عندي، وذكرت أن ما حدث في أمريكا هو أمر لم نأمر به ولم يسوءنا، يعني نحن لسنا مسؤولين عنه حتى نعتذر عنه. نعم. هو أمر لم نفعله نحن، فلماذا نعتذر عن شيء لم نفعله؟ كان هذا على أحداث ديال 11 سبتمبر. نعم نعم نعم. فلذلك يعني تلا ذلك أيضا بعد تعميم هذه الخطبة تلا ذلك الصلاة على قتل أمريكا في كنيسة كبيرة في الرباط. نعم. وهذا أمر عظيم، يؤتى بالمسلمين والنصارى وكذا ويقام قداس ديني ويصلى. نعم. على ويترحم على أناس غير مسلمين، هذا أمر عظيم. ثم إن أمريكا لم تخير أحدا إلا أن يدخل في حلفها، فنحن استنكرنا قلنا لا يمكن أن ندخل في حلف أعداء الإسلام لضرب دولة مسلمة لم يثبت عليها أي جرم، الدولة يعني دولة أفغانستان لم يثبت عليها جرم، فكيف تحارب ويقتل الأبرياء فيها وتهدم بيوتهم ويعني يشرد الناس فقط لأن أمريكا غاضبة؟ هذا أمر لا يجوز. ولذلك صدرت فتوى من علماء المغرب بل من مشاهير علماء المغرب. نعم. بتحريم التحالف مع الأمريكان. نعم. وهذه الفتوى وقع عليها 16 عالما مغربيا، وكان لها صدى كبير في المغرب وفي خارج المغرب. ما شاء الله. وتناقلتها الوكالات العالمية والصحف الوطنية، وأعجب بها المسلمون وأعجب بها حتى التيارات اليسارية. نعم. ورأوا فيها موقفا صلبا لعلماء مغاربة. طبعا هذه الفتوى يعني أحدثت هذا الصدى الكبير، فكان من نتاجها تنظيم ما يسمى بالحقد الديني. نعم. من نتاج هذه الفتوى، وقد تزعم هذه الفتوى الدكتور إدريس الكتاني رحمه الله. نعم. ونحن شاركنا فيها، يعني نحن شاركنا فيها وشارك فيها عدد من العلماء، وكان موقف الدولة من هؤلاء مختلفا، فمن كان مع وزارة الأوقاف هدد بالفصل من العمل وما إلى ذلك حتى يلغي توقيعه، وتصرفوا مع الآخرين كلهم بحسب موقفه. كيف كان التصرف معكم شيخ حسن الكتاني؟ واستدعانا وزير الأوقاف في ذلك الوقت الدكتور عبد الكبير المدغري رحمه الله، ويعني حاول أن يكلمنا باللطف. كنت أنا والشيخ الصحابي والشيخ البشير عصام مراكشي، ما شاء الله، فجلسنا في مكتبه وبدأ يكلمنا باللين وكذا، لكنه بعد ذلك لما رأى منا ثباتا على موقفنا غضب وبدأ يعني يصرخ وكذا، فقلنا له هذه مسؤوليتنا بين يدي الله، نحن وقعنا لأننا مسؤولون بين يدي الله، هذا هو القضية. فلما قال عندئذ وقف وقال إذا انتهت الجلسة، إذا كان الأمر كذلك انتهت الجلسة. فيعني محاول قدر الإمكان أن يرسل إلينا من يعني يقنعنا بأن نتنازل عن توقيعنا، وحدث نفس الشيء مع جملة من العلماء، منهم الشيخ أبو خبزة رحمه الله، منهم شيخنا الشيخ مصطفى النجار رحمه الله. كان الشيخ أبو خبزة من الموقعين. نعم نعم. والشيخ مصطفى النجار عالم ومدينة سلا أيضا. ما شاء الله. فثبت على التوقيع ثمانية علماء ورفضوا أن يتنازلوا، فكان نصيبهم طبعا الطرد من العمل والطرد من المساجد والطرد من
يعني ضيق عليهم في سائر الأمور. سبحان الله، في هذه الفترة هذه تم حتى أنت توقيفك من من خطبة الجمعة ومن يعني نعم تمام. سبحان الله، ومع تسارع هذه الأحداث هذه كيفاش وصلنا للاعتقال؟ شنو هي الحاجة النقطة التي مع أن هذه القضية قد تكون وراء الاعتقال بشكل أو بآخر، لكنها لم يتطرق إليها بتاتا في ملفات الاعتقال. نعم، يعني هذا الموضوع لم يتطرق إليه. وما هي التهمة إذن؟ التهمة هي تهمة مضحكة، تهمتان، لأنني اتهمت من قبل شرطة الرباط وشرطة سلا. فأما شرطة الرباط فاتهمت من قبلهم بأنني شاركت في معسكر تدريبي في غابة المعمورة، وهو كان لم يكن معسكرا إنما كان خرجة صيفية كما يخرج الشباب في الصيف. وأما التهمة السلوية فهي مخالفة مذهب الإمام مالك، وأنني صليت بالناس مرة صلاة الجمعة بركعة واحدة. فقلت لهم إن كنت قد صليت ركعة واحدة فليسبحوا لي حتى أتم الركعة الثانية، وإن كان من يمكنه أن يناقشني في مذهب الإمام مالك فليكن المجلس العلمي لا القاضي. ما علاقت القضاء بهذا الأمر؟ مسألة علمية محضة لا علاقة للقضاء بها. بالمناسبة كلا التهمتين تسقطتا، كلا التهمتين سقطتا تماما. ولكن احنا سمعنا منك الان ان سقطت هذه التهم، ولكن شحال ديال الفتره اللي دوزتي في السجن؟ يعني عندما كنت في السجن بعد حوالي شهرين تقريبا حدث التفجير او اكثر اني القي علي القبض في ذي الحجه بعد ربيع بعد عيد الاضحى. نعم، يعني عيدت مباشر وبعده بقليل القي علي القبض، وكان نعم وحدث التفجيرات بعد ذلك بثلاث أشهر تقريبا. يعني أثناء التفجيرات كنت أنت يعني حتى بالتاريخ الميلادي ألقي عليه قبض في فبراير. نعم، لعله في 17 من فبراير. نعم، وحدث التفجيرات في ماي. نعم، فلذلك أحدث 16 ماي. نعم، فإذا أنا يعني لما حدث التفجيرات لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد. أنت كنت في السجن أنا ذاك. كنت في السجن. ولما أقحمت في القضية تصورت أن ذلك حتى يعني أخرج منها لأنه لا علاقة لي بها. نعم، لكن العجيب أنني وضعت على لائحة الاتهام. سبحان الله. واعتبرت من المنظرين للتفجيرات. نعم، مع أننا تبرأنا منها فور حدوثها ولازلنا نتبرأ منها ولا علاقة لنا بها، وإلى أنه نطالب بفتح هذا الملف لنعرف ما حقيقة ما حدث. طيب، فكان هذا التأثير ديال هاد التفجيرات هذه اللي خلات أن الفترة ديال السجن طول. شحال بقات من سنة؟ هو عندما تساقطت التهمتان السابقتان. نعم، اتهمت بمشاركتي في تفجيرات 16 ماي فحكمت بعشرين سنة سجنا. 20 سنة. نعم، كم قضيت منها شيخ؟ قضيت منها 9 سنوات. ما شاء الله. في هذه الفترة هذه كانوا أكيد شيوخ آخرين. نعم، معروفين حاسا على الساحة الآن اللي كانوا حتى هما في هذه الفترة اتهموا بنفس التهمة. نعم، كان عبد الوهاب رفيقي اتهم بنفس الملف الذي اتهمت به والتحق بي في السجن بعد شهر من اعتقالي. نعم، وأما الشيخ الحدوشي والشيخ فيزازي فاعتقل بعد تفجيرات 16 ماي. ما شاء الله ما شاء الله. بخلاصة ما كرهتكش لو تكلمنا شوية على التجربة السجنية والصعوبة ديالها وبعض الأحداث يعني اللي ممكن وقعت لك. والله يا أخي الكريم، التجربة السجنية تعتبر محنة في طيها منحة، ولا يخفاكم أنه ما من عظيم في التاريخ إلا وابتلي بالسجن أو ما يشابهه. فلذلك المحنة جزء من حياة المصلحين والعاملين لأي فكرة، لا أقول فكرة الإسلامية فقط بل لأي فكرة، فضلا عن أن تكون فكرة تمثل الحق وتمثل النور وتمثل الهدي الهدى. فلذلك هذه فترة صحيح كان فيها صعوبات وكان فيها محن وكان فيها شدائد، لكن الحمد لله يعني وفقنا الله عز وجل فقرأنا فيها ودرسنا والتقينا بأشكال وألوان من الناس، ولعلني تعرفت على المجتمع بشكل لم يكن لي أن أتعرف عليه لولا هذه المحنة، لأني كنت في جو خاص من أهل الدين لم أكن ألتقي بالآخرين يعني تعرف. فلكن في السجن التقيت بأشكال وألوان من الناس.
سبحان الله. واش نقدروا نقولوا بان السجل كيعلم الرجوله كيزيد الرجوله؟ كانت جدتي رحمها الله تزورني وتقول لي الحزه ما كدوز على الرجال. تقول لي الحزه ما كدوز على الرجال، يعني ان الشده لا تكون لا تمر الا على الرجال. ففعلا الرجوله تاتي بالمحن. يعني اللي لاحظت انك تفتخر بهذه الفتره من حياتك وما كتعتبرهاش منقصه في المسار ديالك. لا يمكن ان اعتبرها منقصه الا اذا اعتبرها أئمة الإسلام منقصة في حياتهم أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سبحان الله. سبحان الله. في هذه الفترة هذه السجنية، وأكيد الإخوان اللي كانوا معاك في السجن خرجتهم جميع، كاين اللي كل واحد واش اختار المسار ديالو، كاين اللي انتكس، كاين اللي بقى على الحق، فكيفاش كتشوف هذه التغيرات اللي طرأت بعد السجن؟ واش حيت شحال من واحد كيقول بأن السجن كيغير بزاف في الناس وكيكون قاسح عليهم. الله سبحانه وتعالى يقول ونبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالابتلاء يبين معدن الرجال. هناك من يدعي دعاوى طويلة عريضة، إذا جاءت المحنة فعند الامتحان يعز المرء ويهان. قد قيل قديما ستعلم إذا انجلى النهار أفرس تحتك أم حمار. فالكل يدعي دعاوى كبيرة، لكن عند الامتحان يعز المرء ويهان، عند الامتحان يظهر الصادق من الكاذب، وهكذا. فهذه المحنة جاءت والمشايخ يصدحون بالمحنة وكذا ونحن كذا وقد ابتلي فلان فلان، الثبات على المواقف والثبات على المحن ومدري ايه. فلما جاءت المحن منهم من تساقط، منهم من كذا، منهم من تغير، منهم من ثبت بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه دائما المحن هكذا. شوف المحن إما أن يدخلها الإنسان ثابتا صادقا ويخرج كما دخل، وإما أن يصبح مغاليا لأنه يحقد على المجتمع فيصبح من أهل الغلو، وإما أن يرجع إلى الوراء. وهذا الرجوع قد يكون انتكاسة كبيرة وقد يكون جزءا من انتكاسة. فالناس تختلف، الناس ليسوا سواء، والناس في تحملهم للشدائد ليسوا سواء. فمنهم من يثبت، منهم من لا يثبت، منهم من يثبت يعني بعض الثبات، منهم من يعاتب نفسه ويقول أنا صاحبت أقواما ورطوني، منهم من يقول كنت صغير السن ومتهورا، وهكذا يعني ما يختلف. سبحان الله. من بين الأشخاص اللي دوزوا حتى هما هذه الفتنة ديال السجن هو عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبو حفص. شفنا انقلاب كبير في المواقف ديالو، واخا ما كانش هذا الانقلاب مباشره بعد خروجه من السجن، لان بعد الخروج من السجن حضر في مظاهرات وتكلم، ولدرجه انني انا شخصيا استضفته في واحد البرنامج قديم سميتو بغيت نتوب، وكان تكلم ومارس الدعوه لله بواحد الطريقه اللي ما نظنش انه الان غادي يمارسها، ودعا لتطبيق شرع الله لدرجه انه رفع واحد اللافته ديال نعم. فما فهمناش شنو وقع، يعني هو دا خرج من السجن وكنا نظن انه خرج ثابت، فشنو وقع انه من بعد الان ولينا كنشوفوا الحال ديالو؟ يعني انا كنت اقول له انت تقود سياره لا تدري الى اين ستذهب بك، انت تقود سياره لا تدري الى اين ستذهب بك، فهي تمشي وانت لا تدري الى اين هي ذاهبه بك. ونصحته وكلمته مرارا وتكرارا، قلت يا فلان انتبه، هذا خطأ، لا ينبغي أن تفعل كذا، لا. لكنه هادشي داخل السجن ولا لا؟ في داخل السجن في البداية كان معي، نعم، ثم انتقل إلى مدينة فاس، وهناك بدأت تأتينا أخبار وتغيري، لكنه كان تغير داخل الإطار الإسلامي، نعم. يعني بدأ يستنكر بعض الأمور، شوف، نعم. هو هكذا بدأ جهاديا، نعم. ثم لما ذهب إلى فاس بدأ يقرأ الكتابات التي تنتقد التيار الجهادي، فلما انتقد التيار الجهادي بدأ يتأثر بالتيار الذي يسمى التيار الصحوة الإسلامية، وداخل يعني نفس التيار الإسلامي يعني ليس مشكلة. ثم بدأ يقرأ للتيارات التي ترد على المنهج السلفي، الأسماء والصفات في الإيمان وما إلى ذلك، لا زال إلى الآن داخل التيار الإسلامي. لكنه بعد ذلك، بعد أن خرج من السجن، خرج ذهب إلى مصر وسافرنا سوية، والتقينا في وذهب إلى قطر وذهب إلى الكويت وذهب إلى تركيا وسافرنا مع بعض، وأسسنا رابط علماء المغرب العربي، وكان نشيطا، ولقي الشيخ الحويني، لقي الشيخ حازم أبو إسماعيل وأكرموه الرجل يعني كان، وكنا في مصر إبان الثورة، بعد الثورة إبان أيام الثورة يعني أيام مرسي رحمه الله،
ورفع لافتة ينصر بها دين الله عز وجل. وكان متحمسا يعني، لم يكن يعني يعني حماسه للدين كان هو ذاك يعني، لم يتغير، إنما تغير في بعض الأفكار. أنا بعض الأفكار ما يعني، إذا كان التغير داخل الإطار الإسلامي هذا أمر يعني ليس أمرا خطيرا، إنما الخطورة أنه اختفى عن الأنظار لفترة معينة ثم رجع وإذا به علماني حداثي يحارب دين الله عز وجل. هنا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وأنا سأحدثك بأمر، وهو أن وهذه لم أذكرها لأحد من قبل، سأحدثك الآن بها. لما ظهر عصيد، لما ظهر عصيد نسأل الله ينتقم منه، وتكلم في الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك الكلام الشنيع، وقال إن رسائله إرهابية، هي مضمون إرهابي وما إلى ذلك. أنا كتبت منشورا شديد اللهجة ضده، قلت أما بعد فإن عدو الله عصيد قد تجاوز الحد، وقد اتهم الإمام إدريس بن عبد الله اتهم الإمام إدريس بن إدريس في نسبه، ثم تطاول به الأمر حتى تكلم الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم فلعنة الله عليه إلى يوم الدين. فلما خرج هذا المنشور تفاعل معه كثيرا، غضب العلمانيون وما إلى ذلك، فجاءوا في وفد لبيتي، جاءوا في وفد الحقوقيون وما إلى ذلك، جاءوا عندي لبيتي وفيهم أسماء لامعة لا أريد أن أذكرها، وكان معهم عبد الوهاب رفيقي، فبدأوا يحدثونني ويقولون كلامك شديد وكذا. قلت لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم هو خط أحمر غليظ، أي شخص يتجاوزه فنحن لا نبالي به، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا طيب نصلح بينك وبين عصيد. قلت أنا ليس بيني وبين عصيد أي مشكلة، مشكلته مع الإسلام والمسلمين. بعد ذلك جاء عندي عبد الوهاب رفيقي وقال لي أراك تحمل علي وكأنك غاضب من انضمامي إلى الحزب الفلاني، لكن أحب أن أبشرك بأننا كلانا على ثغر واحد، أنا من الداخل وأنت من الخارج، فهل كان ينوي الخير ثم فتن أم ماذا حدث؟ هذا سؤال، ولكن الأمر كما ذكرت لك الآن. سبحان الله. الآن قلت أنه خارج صافي، الآن ذلك الاجتهادات اللي كانت داخل الإطار مقبول بها، الآن الاجتهادات خارج الإطار، فما هو هذا الإطار اللي خرج عليه الآن وأصبح علمانيا؟ شنو ما الأمور اللي وضحوها؟ لا يؤمن بأن القرآن يصلح لكل زمان ومكان، بل أنا حسب ما وصلني من أخبار أنه لا يؤمن أن القرآن كلام الله أصلا، ويتهكم بالقرآن ويتهكم بأحكامه ولا يقيم لها وزنا، ولا يقيم وزنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا. ثم كما قال السلف رحمه الله من خفيت عنا بدعته لم تخفى عنا صحبته، أصحابه كلهم من الزنادقة والمجرمين الذين يطعنون في ثوابت الإسلام، يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون في القرآن، يطعنون في السنة، يطعنون في كل أحكام الله عز وجل. هذا إيلال، هذا عصيد، هذا الحسناوي، هذا كلهم هكذا. فهؤلاء ما دام دائما معهم وينسق معهم، إذن ينسقون لهدم الإسلام ولا يخفون ذلك. فالآن يسعون إلى محو أي تشريع إسلامي من القانون المغربي ولا يخفون ذلك، وعصيدي ينادي بذلك علانية، وقد أتي به على أساس أنه درس العلوم الشرعية كي يشرعن لهم هذا الأمر. فلذلك أصبح الآن معول هدم للإسلام للإسلام. طبعا وهذا يعني الإسلام ثابت يعني، وهو مسكين كناطح صخرة يوما ليهينها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، فالرجل يعلم أنه لن يفعل شيئا إنما يتكسب من ذلك. وقد سبقه إلى هذا الأمر كبار المفكرين مثل أركون ونصر أبو زيد وغيرهم، ومع ذلك لم يفعلوا شيئا قط، سبحان الله، إنما ألقوا في مزابل التاريخ. فكيف برفيقي الذي ليس له كتاب واحد ألفه لننظر فيه، رفيقي الذي لم يستطع أن يتمم دراسته فليس له دكتوراه ولا نعلم
أين دراساته؟ ماذا فعل في دراساته؟ ولا أظن سيكون دراساته. رفيقي الذي كان يعتمد كثيرا على من حوله في إنجاز كثير من بحوثه الآن تركه الجميع فبقي يتيما بلا أبحاث. كيف هذا ارتقى حتى يصبح مستشار؟ مستشار في ماذا؟ هذا هو السؤال. لماذا يؤتى بكل فاشل وبكل متساقط حتى يصبح مستشارا لوزرائنا؟ يعني هل الوزراء انتهى 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 الأكفاء حتى يأتوا بمن هب ودب حتى يفتوا لهم؟ هذه مش هذه من سوء طالعهم. سبحان الله. شيخ واش كان شي تأثير الموت ديال الأب ديالو؟ لأن سمعنا أن الأب ديالو كان واحد الرجل فاضل وكان له كذلك مواقف. واش هذيك الوفاة ديال الوالد ديالو كان سبب في التغيير ديالو؟ كان بدأ التغيير قبل وفاة والده. نعم. لكن لم يستطع أن ينسلخ من الإسلام حتى مات أبوه. لأن أباه كان رجلا صلبا شديدا. وقد كان الشيخ الحدوشي يقول لي انتظر عندما يموت أبوه سيخرج دفائن صدره. سبحان الله. وسبحان الله يعني هناك رؤى غريبة يعني حدثت. وما يحدث الآن هو تفسير له. هو نفسه رأى رؤية عجيب قبيل خروجه من السجن. فنسأل الله يرد به. هذا الذي يمكن أن أقول. لا يعجبني أن نعم. حقيقة أنا لا يسرني أن يمضي وينتهي في هذا الخط لأننا تشاركنا الحلوة والمرة ولأنني علمت منه يعني نوع صدق. نعم. يعني عندما كان معي وعندما كنا نسافر سوية كان فيه صدق. لا أدعي أنه كان كاذبا يفتري على الله الكذب. نعم. أنا اللي سمعت من كلامك قبل قليل قلت أن المشكل هو مشكل مادي يعني تربح. الآن يتربح بهذا المجال يعني يعتبرها تجارة لدرجة أنه أوصلته مؤخرا أنه ولا مستشار ديال وزير العدل يعني فيما يتعلق بالعلاقات الرضائية لأنه هو النقاش الدائر حاليا في المغرب. العلاقات الرضائية الزنا الولاية على الأبناء. فعلاش بالضبط اختاروا رفيقي باش أنه يكون هو في هذا المنصب هذا ديال المستشار باش أنهم يعدلوا المدونة؟ أولا رفيقي حتى تكون على علم كل فترة من حياته يتبنى منظومة فكرية بكمال يعني باكج. تعرف باكج؟ يأخذ المنظومة الفكرية كلها ويتبناها يصبح جزءا لا يتجزأ منها. عند في وقت من الأوقات كان أول ما التقيته كان لازال شابا صغيرا كان متحمسا جدا لتيار الصحوة الإسلامية في الجزيرة العربية. الشيخ سلمان العودة وسفر الحواري وكذا وكان يأتي بمجلاتي وكان فكان هذا الفكر مسيطر عليه. نعم. ثم ذهب إلى المدينة المنورة فأخذه المداخل فأصبح مدخليا. أصبح يبعث لي رسائل عن فأرسلت له رسالة شديدة اللهجة طار الناس بها كل مطار. نصحته فيها. ثم إن أباه ذهب إليه ويعني شدد عليه في الأمر. نعم. فتغير. فلما رجع تبنى المنظومة الجهادية كلها وبدأ وكان شديدا في ذلك. فلما التقينا ثانية بدأت يعني أحدث وناقشه في أمور فبدأ يتأثر بأمور أخبره يعني أقنعه بها. نعم. ثم إنه بعد ذلك لما انفصل عني ويعني وتبنى المنظومة العلمانية أخذها بكل ما فيه. الغريب أنه أخذ المنظومة العلمانية المتطرفة التي كان هو يسميها التيار الاستئصالي. الغريب أن لديه كتابا داخل السجن كان بدأ يكتبه في الرد على عصيد. قلت أبي يرد عليه وكذا ويريني بعض الصفحات من هذا الكتاب لكن لم يخرج هذا الكتاب. لكن هذا يعني العجيب الآن أن هذا الشخص لا يفكر بمعنى أنه المنظومة الفكرية هكذا إذن هو سيدافع عن كل ما يقولونه. وتذكر معي إن طال الزمان أنه سيدافع عن المثلية الجنسية إنهم يريدون هذا. فإذن هو لا يفكر يعني لا يقول مثلا هذه المنظومة الفكرية سأخذ منها وأدع سأخذ بعض ما فيها من خير وأترك ما لا يأخذ كما هي. كل ما يقولونه هو يقول آمين آمين آمين. شيء عجيب يعني معنى أنه ليس من أولئك الذين يجتهدون في الفكر في الفكرة التي يأخذونها. طيب كان يمكنك أن تأخذ الفكرة العلمانية وتتقبل بعض ما فيها وترد مع بعض ما فيها مما لا يتقبل. لكن لا هو أخذ كما هي مع أنه كان يزعم قال كنا منغلقين على أنفسنا كأننا منبتون عن المجتمع. طيب الآن أنت منبتون عن المجتمع ذهبت إلى التيار الاستئصالي الذي يعد بعيدا منبوذا من المجتمع. التيار الاستئصالي الشعب العام ما لا يقبلونه
ولو قلت لي عاميا سألته عن العلمانية لنبذها ورفضها تماما. ولو قلت له ما رأيك في العلاقات الرضائية حتى لو كان في حضنه فتاة لقال لك هذا منكر. يقولونهم هذا من النفاق الاجتماعي. طيب النفاق الاجتماعي؟ لا، هذا ليس النفاق الاجتماعي، لأن المسلم الذي يشهد أن المنكر منكر وإن كان يفعله خير من الذي يحلل الحرام، لأن تحليل الحرام كفر. سبحان الله. كنا كنتكلموا على النقطة ديال التربح من هذا المجال، هذه التجارة بالدين، لأنه الآن يبيع لهم مجموعة من المعلومات الدينية مقابل مادي، أليس كذلك؟ بلى، هو كذلك، هو يبيع لهم ما يريدون، هو ما يطلب المستمعون، يريدون كذا وكذا، سيذهب إلى كتب ويبحث لهم. لكن هنا سؤال، كيف تبحث في كتب أنت لا تؤمن بها؟ أنت لا تؤمن بالقرآن، ولا تؤمن بالسنة، ولا تؤمن بالفقه الإسلامي، وعندك هذا كله عبث، إذن لماذا تأتي بنقول من هذه الكتب؟ نعم. إذن تريد التلبيس على الناس؟ اترك لنا ديننا، اذهب وابحث ما شئت، انقد يا أخي، انقد، لا أقول أخي لأنه ليس أخانا، انقد العلمانية، انقد، طيب هو لا ينقد لأنه علماني، انقد اليهودية، انقد النصرانية، انقد البوذية، انقد الهندوسية، يستحيل أن ينتقد ذلك. انتبه، يستحيل أن يصدر منه بيان استنكار ما يحدث للمسلمين في الهند، يستحيل أن يصدر منه بيان ما استنكار ما يحدث للمسلمين في فلسطين، أو إنكار ما يفعله اليهود، أو أن يصدر مقالة في نقد خرافات اليهود مثلا ويقول انظر انظر هؤلاء، لا، هو لا شغل له إلا الإسلام، لا ينتقد إلا الإسلام. سبحان الله. هل الأمر عنده علاقة بالمادة والمقابل المادي والتربح بهذا المجال؟ واضح أنه كذلك، وأنه مستلب، بمعنى أنه قد يكون استلب، بمعنى أنه انغلق على ذلك التيار، فإذا كل ما يقال له هو يقبله هكذا من غير التفكير. أنت تعرفه وعايش معاه وعرفتي مجموعة من الأشياء، فالآن إذا ما كانش هذا التربح عن طريق الدين، واش هو عنده شي تجارات، واش عنده شي أملاك، واش عنده شي كذا؟ يعني تنشوفه تيسافر بزاف خارج المغرب، دول كثيرة، يعني هذا الشيء تيطلب ملايين باش أنه. صحيح. نعم. هو استفاد كثيرا من الجمعيات التي كان قد شارك فيها. نعم. وهذه الجمعيات يعني تطلب بعض الأبحاث وما إلى ذلك، فلا يعني لا يبعد أنه كتب أبحاثا وهذا وأخذ عليه أرباحا، ثم لما أصبح يعني في جريدة إلياس العمري، نعم، يعني أعطيه يعني راتبا طيبا، ثم بعد ذلك الآن أصبح مستشارا للوزير، وزير العدل، لا شك أنه سيكون له راتب سمين، نسأل الله أن يربحه بالخير، نحن لا يضرنا أن يكون له وظيفة طيبة تكفيه مؤونة الحياة، لكن لا يتأكل بدينه ولا يطعن في ديننا. سبحان الله. خذ أي وظيفة شئت ما دامت حلالا، لكن لا تطعن في ديننا ولا في كتبنا ولا في مقدساتنا. سبحان الله. بالنقط اللي قلتي قبل قليل، هو أنه الآن يستشهد فقط بالأشياء اللي كاينة في الدين الإسلامي، ومجموعة من يعني من البحوث القديمة، ولا مجموعة من يعني الأقوال الشاذة، باش أنه يجيبها ويعرضها على أنها تناقض في الإسلام. بالأشياء مثلا تذكر زواج المتعة، الحكم اللي تنسخ، فأراه أنه في مجموعة من الفيديوهات مؤخرا لبس على مجموعة من الناس في هذا الأمر، هذا لدرجة أنه وكأنه يقدر يقول أنه حلال، وهذا تحليل، هذا تيقولوا طبعا في سياق تحليل العلاقات الرضائيه او الزنا. طبعا طيب هو حتى الخمر كان حلالا في الاول؟ نعم الخمر هو حرم بالتدريج، فهل يقال ان الخمر ايضا جائز؟ نعم. وان الخمر لا حرج فيه؟ نعم. هو لو قيل له سيقول هذا الكلام وسيلبس عليك ببعض هو ملبس. نعم. هذا الذي يقول الله تبارك وتعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا رايتموهم فاعلموا انهم هم هؤلاء، فاذا رايتم هؤلاء الذين يلبسون ياتون بالمتشابهات ويتركون المحكمات فاعلموا انهم من هؤلاء، فهو من هؤلاء الذين ياتون بالمتشابهات كي يلبسوا على الناس، والا المحكم واضح، تحريم الزنا واضح، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا انتهى، لا تقربوا يا الذين لا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم. واضح. نعم. أحكام الله عز وجل، إذا كان الله عز وجل حرم علينا النظر واللمس والخلوة وما إذا سيبيح لنا الزنا، ما هذا الكلام؟ نعم. إذن هذا الحكم، هذا كتوضيح بسيط، الحكم ديال زواج المتعة منسوخ، انتهى الأمر. ثم طيب. حتى حكم
حكم الزواج المتعلم لم يكن زنا، كان حكما شرعيا له ضوابطه. نعم. وضوابطه معروفة في الفقه الإسلامي، يعني لو يعني الذين كانوا يقولون به أو الذين قالوا أو حكموا في ذلك الوقت كان له حكم شرعي. نعم. ليس الزنا، هذا الزنا يعني الزنا لا يعني هو عبث، الزنا عبث. هو إذا شتي كما قلتي كيلبس، فبالتالي يقدر يجيب واحد الحكم ويحاول يتلوى عليه باش أنه يبين لك وكأنه هين وسهل. مسألة مثلا هذه العلاقات أو الفصل اللي كاين في القانون اللي بغاو أنهم يحيدوه واللي تيستعملوه باش أنهم يحيدوا هذا الفصل هذا، فكيهضر على ثبوت ديال علاقة الزنا وأربعة شهود والمرواد المكحلة وديك مجموعة من الأشياء، فأنت ما رأيك في هذا الأمر هذا؟ لأن بزاف ديال الناس اختلط عليهم الأمر. هذه الأحكام الشرعية أنت يعني شوف سبحان الله، هذا الحكم الشرعي حتى لا ينتشر في المجتمع ذكر الزنا. سبحان الله. بمعنى أنك لا تستطيع أن تذكر أن فلانا زنى بفلانا. لما؟ لأنك إن لم ترها ويرى معك ثلاثة شهود آخرون، نعم، ثلاثة شهود آخرون، نعم، فإنك عندئذ تكون قد قذفت ذلك الشخص. نعم. فإذا أسكت، فيصبح قضية الزنا قضية لا تذكر في المجتمع. نعم. طيب هل تؤتى؟ تؤتى خفية ولا بأ، وكل أمة مجاهر، كل أمة معافى إلا المجاهرين. فإذا ما دام الذنب مخفي لا شأن لنا به، لكن هؤلاء يريدون أن يكون الذنب ليس ذنبا أصلا، أن يصبح حقا وأن يفعله الناس علانية، فكيف يلبسون بهذه الأمور؟ هم لا يقولون بهذا. يعني لو أن فتى وفتاة دخلوا إلى بيت وزنوا، فتى وفتاة زنيا في غرفة ولم يرهما أحد أصلا ولا علم لنا بشيء من ذلك، نحن لا شأن لنا بهم. لكن لو حملت من ذلك الزنا ولم تأتي بشهود أنها متزوجة، فعندئذ يقام عليها الحد. يعني هذا تلبيس أيضا. نعم. نسي أن من علامات الزنا الشهادة والحبل، الحبل غير يعني المستحيل، معنى أن إذا لم تكن متزوجة وحملت إذا من أين جاء الحمل؟ ما نحتاجوش هنا أربعة شهور. لا نحتاج، لا الحمل دليل، من أين جاءها الحمل؟ نعم. فهمت؟ لكن هو يستغل جهل الناس ويلبس عليهم، وهذا حال أغلبهم، هكذا يأتون بحكم شرعي يأتون به من غير قواعده، من غير ضوابطه، من غير شروطه وما إلى ذلك، فيقول هكذا، مثل ما فعلوا مع قضية شهادة المرأة في 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 في, في النكاح. نعم. وطار بها كلما طار هذا الوزير، وأتى ببعض وسنده بعض العلماء، لكنهم نسوا أن هذا القول قال به فقط الأحناف، والأحناف اشترطوا أن تكون امرأتان مع رجل، وهم لا يقولون بهذا. وزير العدل يقول شهادة المرأة كشهادة الرجل تماما. نعم. وهذا كله تلبيس وتحريف لكلام الله عز وجل وتحريف لدين الله عز وجل. طيب هذا الفصل هذا اللي صدع رؤوسنا به رفيقي وأمثاله اللي بغوا يلغيوه، يعني ما رأيك فيه؟ واش خصو يبقى ولا كيفاش خصو يكون مكتوب ولا كيفاش خصو يكون؟ أي فصل؟ الفصل ديال يعني العلاقات الرضائية، يعني أنه طبعا نحن لا نطالب أي يزال، نحن نطالب أن يأتي الحكم الشرعي. نعم. ومن تلبيس رفيقي وأمثاله. نعم. يقول أنتم تدافعون عن القوانين التي اخترعها ليوطي. نحن ندافع. نعم. عن قوانين ليوطي، نحن نقول إن هذه القوانين إن غيرت فلتغير للشرع. نعم. للحدود الشرعية، أما أن تزال ويصبح الزنا حلالا مباحا لا حرج فيه فهذا هو المنكر العظيم، كقولهم أيضا في قضية الإفطار العلني في رمضان. نعم. يقولون ليوطي فعل، هذا حكم شرعي، حكم شرعي أنه من أفطر على نتين وعزر. نعم. كيف تقول ليوطي فتهاب أن ليوطي وافق الإسلام؟ لأن ليوطي كان يجالس العلماء ويستنكه الساحة، فيرى المجتمع الإسلام لا يتقبل هذا الأمر، فشرعنا بعض القوانين التي توافق الإسلام. إذن إذا كان قد فعل ذلك لأن الجو العام كذلك، نأتي نحن ونزيل ذلك القانون من غير أن نعوضه بقانون إسلامي صحيح؟ هذا لا يقول به عالم يفهم ما يقول. نعم. هاد المطالب ديال الحركات النسوية ملي كيجبدوا هاد الفصل هذا كيبقاو يقولوا بأنه المرأة ملي كتمشي معاه للبيت ويعني باغية أنها تمارس معاه واحد العلاقة بين قوسين رضائية، من بعد إلى تمارست عليها شي اغتصاب كما كتسميه، فكتمشي باش أنها تبلغ بالاغتصاب ولا شي حاجة، كتخاف لا تتهم حتى هي بالفساد، وكيقولوا لها علاش مشيتي معاه هو أصلا وجودها معه في خلوة. نعم. هذا أصلا تهمة.
نعم. وتستحق عليها التعزير. نعم. نحن إذا قلنا بأنه لم يثبت لدينا الزنا لكن ثبت لدينا الخلوة والخلوة تستحق التعزير. نعم. فلا يلبس علينا ما إذا وجدت امرأة مع رجل مختليين مع بعضهم البعض فيستحقان التعزير، وعندئذ يرى القاضي ما هو التعزير، إما السجن إما الجلد إما هكذا، يعني الأمر يختلف من أو حكم يعني ليس محددا، يعني على الأقل تستحق عقوبة. نعم يعني على الأقل أنتم مع بقاء هذا الفصل كما طبعا هو يعني طبعا نعم عدم مع عدم إلغائه. لا لا نطالب بإلغائه بتاتا. نعم. كل ما ضيق على الفسقة والمفسدين فنحن معه، لكن نطالب أن يوافق الأحكام الشرعية. نعم بالأشياء التي قلتي لك هذا ماشي الشرع، احنا ما تنحكموش دابا بالشرع، كنحكموا فقط بالقانون الوضعي. طيب نحن نريد الشرع. نعم فلنحكم بالشرع، لا تطالب بإزالة شيء أقرب للشرع بشيء نعم. بعيد عن الشرع. ثم بعضه أحكام تعزيرية. نعم مثلا السجن أو الضرب أو ما إلى ذلك تعزير، والتعزير من الشرع. بالمناسبة سأقول لك شيئا، القول بأن القوانين المغربية ليست شرعية وهي علمانية هذا كلام غير صحيح، لأن القوانين المغربية مستمدة من القانون الفرنسي الذي كتبه أو الذي أنزله نابليون. نابليون ذهب إلى الفقه المالكي مختصر خليل وشرح الدردير بالخصوص وأخذ منه القانون وغير بعض التغييرات. فإذا القانون المدني الفرنسي مستمد من المذهب المالكي، ولذلك في مصر أحد ملوك مصر الخديوي إسماعيل أو غيره طالب أحد الفقهاء بأن يجري مقارنة بين القانون الفرنسي والفقه المالكي، فكتب له كتابا سماه اسمه الشيخ المنياوي، وكتب له المقارنات التشريعية فقارن بين الفقه، فبين أن الفقه الفرنسي أغلبه مستمد من الفقه المالكي والتغييرات خفيفة. ولك أن تذهب إلى الكتب التي تناقش القوانين المغربية فستجدهم أيضا يستشهدون بتحفة بن عاصم وما إلى ذلك من كتب الفقه المالكي. فإذا الفقه المالكي في القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية هو فقه مستمد من المذهب المالكي، الفقه المغربي هو مستمد من الفقه المالكي، بقي الفقه الجنائي فهذا يعني كله مستحدث، ومع ذلك في بعضه يمكن أن يقال إنه من باب التعزير سجن أو كذا الأمور لم ينص عليها الشرع فهذا يبقى فيه تعزير. فإذا نحن نطالب بأن تصبح القوانين كلها مستمدة من الشريعة الإسلامية وما خالف الشريعة الإسلامية يلغى. طبعا الآن تنشوفوا بأنه كل واحد كيكتب لنفسه ولا كيعطي لنفسه لقب ديال باحث في الشؤون الإسلامية وكيخرج علينا وكيحلل ويحرم كما بغى، ومن بينهم أبو حفص. فكيفاش أننا نتعامل مع هذا النوع هذا من الناس اللي كيبانوا أنهم فاهمين الدين؟ لا هذا الرجل شوف هذا الرجل ترك الدين منذ مدة طويلة، فإذا معلوماته الدينية أصبحت دابا إلا سمعنا ترك الدين غادي يقولوا كفرتيه راه هو ملحد، يعني كيفاش ترك الدين باش يفهموه؟ ترك التزام الإسلام، ترك الأحكام الشرعية. طيب أنا لم أكفر أحدا. نعم. هو لا يؤمن بأن القرآن كلام الله، ولا يؤمن أنه يصلح لكل زمان ومكان. نعم. ولا يؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأنه هو المثال الأعلى. نعم. ويصاحب من يتسب النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار ويطالب بنقض الأحكام الشرعية. إذن هو ترك الإسلام الذي كان يعرفه. نعم. فإذن لماذا يأتي ويبحث في الإسلام؟ يبحث في ماذا؟ يعني يبحث ليلبس على الناس. نعم. يعني هو كالمستشرقين، يعني حتى المستشرقون لهم أبحاث. أين أبحاثك يا عبد الوهاب رفيقي؟ نعم. نريد أن نرى أبحاثك، نريد أن نرى إنجازاتك، نريد أن نرى أفكارك مسطرة في الكتب. لا يوجد هذا الشيء، لا يوجد شيء من هذا، لم نرى شيئا من هذا، لم نرى كتابا في السوق باسم عبد الوهاب الرفيقي حتى نتصفحه. حتى كبار المفكرين في مصر وفي غيرها من البلدان وفي الشام وغيرها من العلمانيين واليساريين والملاحدة لهم كتابات عميقة وتحتاج لجهود للرد عليها، ويرد عليها من يرد عليها من الباحثين. أين أنت؟ ما هو ما يبحثك أنت؟ ليس هو فقط، أغلب العلمانيين المغاربة ليس لهم أبحاث، بمعنى أنهم يعني دعني من عابد الجابري وغيره هذا له أبحاث معروفة ومشهورة، لكن بعد ذلك أين هي أبحاث الذين نراهم اليوم؟ لا نرى أبحاث، إنما هي هكذا يجلس أحدهم على أريكتي وينتقد ينتقد بجهل جهل مدقع، ثم بعد ذلك يتلقف جهله جهال مثله، وهكذا الجهل ينتقل من جاهل إلى الجاهل.
نعم، من بين الأشياء التي تربح بها أبو حفص وأمثاله هو مسألة الإرث. نعم. فهذا الموضوع هذا خداوه المسألة ديال التعصيب للذكر مثل حد الأنثيين، والغوا جميع الأحكام الأخرى ديال يعني ديال الورثة جميعا، اللي كنشوفوا فيهم بأن في كثير من الحالات أنهم المرأة كتورث أكثر من الرجل في أكثر الحالات. فهؤلاء يجنون على أمتنا جناية عظيمة لا يدركونها، وسيلعنهم التاريخ لعنا شديدا، لأنه لا تعرف أمة من الأمم عندها نظام إرث متماسك منتظم مستقر كالمسلمين. حتى اليهود ليس لديهم نظام. أما الأوروبيون الذين يتغنى بهم ويتعشقهم ليس لهم نظام إرث بتاتا، وهم يطالبون يقول لا نلغي نظام الإرث الإسلامي ونأخذ نظام الإرث الأوروبي. وما هو نظام الإرث الأوروبي؟ هو الوصية. إذا انتهى كل نظام الإرث وبقيتم في الوصية. طب هب أن إنسانا مات من غير أن يوصي، أين تذهب أمواله؟ هب أنه لم يجد وقتا ليوصي، هب أن أحمق أعطى ماله لكلبه أو لبغي من البغايا أو ما إلى ذلك. ما هذا العبث؟ في حين أن الإسلام جزء المال والثروة حتى تنتقل إلى الأجيال في نظام متماسك منتظم. والمصيبة أن هذا الرجل كان قويا في نظام الإرث، رجل ما شاء الله يعني كان يعني متمكنا في نظام الإرث، سبحان الله، وكان يفقه فيه، وكان يعني إذا أتته مسألة يحلها بسرعة، لكنه كما قال الله عز وجل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. سبحان الله، في الشريعة الإسلامية إذا واحد أوصى مثلا بالإرث دياله البغي ولا كذا يعني لا تقبل هذه الوصية غير كمعلومة؟ الوصية لا يجوز، لا تجوز فوق الثلث. فوق الثلث ليس ملكا لك، انتهى. نعم. أملاكك ليست ملكا لك، الله عز وجل أعطاها لغيرك، فأنت لك حق في الثلث، والثلث كثير. يعني مش من حق الواحد أنه يوصي أي واحد كان؟ لا لا لا، فوق الثلث ليس. وإذا فعل؟ إذا فعل يلغى تلغى هذه الوصية. تلغى الوصية. ما شاء الله. فبغيناك تتكلمنا شوية على يعني حكمة الله سبحانه وتعالى في الأحكام الإرثية، يمكن عندك شيء تدبر فيها ولا؟ يعني أحكام الإرث جعلها الله سبحانه وتعالى أولا جعلها يعني توزع يعني للأجيال الجديدة لا الأجيال القديمة، ولكن أن تلاحظ أن الأنصبة والفرائض تتوزع أكثر في الأجيال الجديدة لأن هي المقبلة على الحياة، أما الأجيال القديمة فيعطى لها ما يسد رمقها وينفعها. وكذلك يعطى من يتحمل مسؤولية أكثر من غيره، فالرجل لأنه يتحمل مسؤولية يعطى نصيبين، يعطى نصيبين للذكر من حظ الأنثيين لأنه هو مسؤول عن النفقة. العجيب أن هؤلاء لا زالوا متمسكين بالنفقة ثم يلزمون يريدون إلزام المسلمين بأن يكون نصيب الرجل كنصيب المرأة. هذا ظلم. يعني هذا الرجل المسكين يريدون أن ينهوه يعطي النفقة ويتقاسم، وإذا اضطر للطلاق فإن نصيبه يقسمه هو المرأة ويعطي. يعني ما هذا الرجل مسكين، هذا الرجل يعني يريدون أن ينهوه، ولكن حقيقة سأخبرك بأمر. هدف هؤلاء، وليس هؤلاء أتباع، هؤلاء مجرد مقلدين، هدف منظمين لهذه القوانين الشيطانية هو إلغاء الزواج. سبحان الله. لا يريدون الرجال أن يتزوج ولا النساء يتزوج، يريدون الجيل الجديد أن يعيش في الفساد والسفاح، وقد نجحوا في أوروبا وفي أمريكا أيضا. نعم. لذلك تجد أن الغالبية العظمى من الناس يتعايشون كالحيوانات والبهائم. في أوروبا 50-60-70 بعض البلدان 80% أولاد حرام يتسافدون هكذا كالبهائم، وهؤلاء يريدون منا أن نكون مثلهم، وذلك بتعسير الزواج وتيسير الفساد. فتأمل كيف أنهم في قوانينهم الأخيرة أدت يعني قوانينهم إلى انتشار الطلاق بشكل مهول، وهذا الذي يريدون. فالقضية قضية شيطانية، شيطان إبليس وأعوانه في العالم يريدون هذا الأمر ويسعون إليه، ثم ينتقلون من الزنا والفجور بين الجنسين إلى الفجور والفاحشة بين الجنس الواحد، هذا الذي يريدون، وفي النهاية ينتهي بنو آدم، وهذا جزء من تعهد إبليس. إبليس تعهد أن يقضي على بني آدم،
ويدخلهم جميعا الى جهنم معه. ولكن شيخنا كيقولوا دابا تبدلت الامور، دابا ولات المراه حتى هي خدامه بحالها بحال الرجل، ما بقاش الرجل تينفق عليها، وهب انها ما خداماش ويعني ما مزوجاش، فعلاش ياخذ يعني خوها مثلا صغر منها؟ هي كتصور لك هذه الصور ديال هو صغر منها وما خدامش حتى هو، وعلاش هو ياخذ اكثر منها وكذا؟ يعني الخطا لا يسوغ هدم الصواب. يعني هذا الامر هذا ما فيهش اجتهاد، لا اجتهاد في هذه الامور ديال وما من شيء الا ولو حلول يعني. نعم. فكون ان المراه خرجت لتعمل اذا كانت غير مضطره ولا محتاجه، فالمفروض ان يعولها زوجها. نعم. او ابوها ان كانت لازالت في حضانة أبيها. نعم. أو تحت رعاية أبيها. نعم. فالمرأة دائما مرعية، مفروض على أوليائها أن يرعوها. نعم. واضح؟ فإذا كان لها مال فليست مكلفة بالنفق، إذا كانت هي تريد أن تنفق أو اضطرت لتنفق لأن المجتمع أصبح مجتمعا منحرفا فاسدا، فيجب أن نوعي الرجال بمهماتهم، لا أن نقلب الأحكام الشرعية لكي توافق الفساد الاجتماعي. سبحان الله. بالمواضيع الأخرى اللي كيتربحوا بها كذلك هذا النوع من الناس هي زواج المسلمة بالكافر، ويقولون أنه الآن تغيرت الأمور، كما تغيرت الأمور وبغينا الإرتي واللي مساوي، فتغيرت الأمور وبغينا المسلمة تزوج بالكافر. وهل يؤمنون بوجود كفار؟ لا يؤمنون بوجود كفار، هذا متناسق مع أفكارهم الفاسدة. نعم. فعندهم البشر سواء، لا يوجد لا مسلم ولا كافر، فإذا لماذا لا يتزوج هذا من هذه؟ نعم. فهذا مبني على أصلهم، وهو عدم الإيمان بوجود الإسلام والكفر. وعندهم الإسلام نوع يعني رسالة أتى بها إنسان، وهي رسالة بشرية لا علاقة لها بالله عز وجل. سبحان. طبعا بعضهم لا يؤمن بوجود الله أصلا، بعضهم يؤمن بوجود إله ليس له سلطة، وبالتالي لا يؤمن بأن القرآن كلام الله، عندهم القرآن يعني من كلام البشر. فلذلك كل ما أنت تؤمن به في نظرهم يعني هم الخرافات. فنقول له بالبداية، هل تؤمن بوجود كفار ومسلمين؟ هو لا يؤمن بوجود كفار ومسلمين. سبحان الله. بالأشياء كذلك اللي ممكن أنهم يتكلموا عليها هي كذلك الولاية ديال الأب على الأبناء دياله بعد الطلاق. جمعيات نسوية كثيرة كتبنى هذا المطلب هذا، وكتقول بأنه خص تنزع الولاية. شو باختصار شديد، هم مقلدون ببغائيون لما يقال في الغرب. نعم. فالغرب عندما تمرد على الكنيسة تمرد على كل المنظومة الدينية. نعم. وأراد أن ينتج قانونا لا علاقة له بالدين. بالنسبة نحن المسلمين فقانوننا الإسلامي وأحكامنا الشرعية قوية صلبة لا تقبل المساومة، فلذلك وجودها وجود قوي في المجتمع. الحمد لله ما زالت مساجدنا ملأ بالناس، ما زال الناس يصلون، ما زال الناس يصومون، ما زال الناس يعظمون دين الله. انظر إلى أوروبا، لا دين لهم أصلا، إلا قلة قليلة يملؤون الكنائس، أصلا بدأوا يبيعون كنائسهم للمسلمين الذين يطبقون الإسلام في أوروبا. سبحان الله. فإذا هؤلاء يريدون منا يريدون أن يستنسخوا الطريقة الأوروبية التي أثبتت فسادها وأثبتت أنها تنحدر بالمجتمع الأوروبي إلى الهاوية، حتى بدأوا يخطفون أبناء غيرهم، وبدأوا يجنسون غيرهم، حتى يكونوا جيلا يعني بدأ يشيخوا مجتمعهم. من أين سيأتون بالناس؟ فإذا العمل ما هو؟ أن نأتي بالناس من الخارج ونجنسهم ونجعلهم منا، وهذا خيال يعني. فإذا يريدون هؤلاء أن يفعلوا نفس الشيء، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تتبعون السنن من كان قبلكم حذو القذة بقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هؤلاء يريدون منا أن ندخل جحور الضب، لو لم يقل هذا الأوروبيون ما قالوا. يعني لو قال الأوروبيون لا الرجل تبقى له الولاية سقل، قال نعم الرجل تبقى له الولاية. قال الأوروبيون الرجل لا تبقى، قال الرجل لا تبقى له. هم مقلدون فقط، ليس لديهم أي اجتهاد. سبحان الله. هذا الانتكاس اللي كيوقع لمجموعة من المصلحين، هل يضر الإسلام في شيء؟ لا يضر الإسلام في شيء، هذا مصداق قول الله تبارك في الحديث القدسي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك ملك شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فما وجد خيرا فليحمد الله، وما وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهؤلاء لا يلوموا إلا أنفسهم. أما الإسلام الحمد لله قوي صامد، وفيه رجال، والله عز وجل يخرج له رجالا من تحت الأرض فيدافعون عنه،
من كان يظن أن رجلا مثل أندرو تايت سيدافع الإسلام بقوة ويتبعه الملايين من الشباب ويهدم النسوية ويهدم العلمانية ويهدم كل مع أنه يعني منهم وفيهم ومع أن الرجل يعني لا زال فيه بعض يعني لم يتخلص من رواسب الحياة الأوروبية ومع ذلك يعني أصبح يفزعهم بأفكاره سبحان الله. فنحن الحمد لله وإن تتولى بيستبد القوم غيركم فما لا يكون أمثالكم. فالله عز وجل لا يزال يغرس لهذا الدين غرسا. أنت انتكست يأتي بغيرك. أنت كنت جندي من جنود الإسلام فتركت الإسلام يأتي الله بغيرك وانتهى الأمر. أنت الخاسر أما دين الله ثابت الحمد لله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا وبلغ هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز به الله والإسلام وأهله. فرفيقي كان يهز المنابر كان يبلغ دين الله والناس تدعو له من أدغال إفريقيا وأمريكا وأوروبا وغيرها من البلدان ويدعون له لما كان في السجن. فلما خرج نكص على عقبيه هو الخاسر وترك فلم يدعو له أحد. بدأ الناس تدعو عليه لم يوفق في شيء في حياته لم يوفق في النهاية. ماذا فعل في النهاية بعد أن كان يعني في منزلة عظيمة والناس كلها تتمنى أن تلقاه وتجلس معه إذا به اختار أن يذهب مع فرقة الخاسرة الذين لا دين لا دين ولا دنيا لا دين ولا دنيا. سبحان الله سبحان الله. جزاك الله خير ما كرهناش أنك تعطينا شي كلمة للمصلحين خاصة الشباب منهم اللي مقبلين والعلماء الجدد إن شاء الله اللي كيطلبوا العلم الآن طلبة العلم باش أنهم ما يوقعوش في الأخطاء اللي وقعوا فيها مجموعة من المنتكسين. الذي أنصح به نفسي وأنصح بإخواني أن لا نرى لنفسنا شيئا أن نتمسك بالله سبحانه وتعالى ونتوكل على الله عز وجل ونثبت على أحكام الله عز وجل ولا نغتر بأنفسنا. وإيانا وذنوب الخلوات فإنها من أعظم أسباب الانتكاسة. وعلينا بالجماعة وعلينا بالصالحين وعلينا بأن نناصح بعضنا البعض وأن نتقبل نصائح بعضنا البعض وأن نعمل لهذا الدين فإن هذا الدين يحتاج لرجال يعملون له. هؤلاء يعملون ليلا نهار لهدم الإسلام فكن أنت جنديا تبني الإسلام لأنك أنت الذي ستبقى أنت الذي ستبقى لأنك جندي من جنود رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت الذي ستبقى لأنك تعمل في الطريق الصحيح. وهذه نصيحتي لإخواني طلبة العلم والعاملين لدين الله سواء كانوا من الشباب أم من الشابات. أخي الشاب اعمل لدين الله في الجامعة في المدرسة في كل مكان. أنا أفرح كثيرا عندما أرى الشاب الصغير يعمل لدين الله عز وجل. والآن الحمد لله وسائل التواصل أصبحت مرتعا خصبا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الفتيات اعملنا لدين الله عز وجل تمسكنا بحجابكن ودينكن فإن كنا على ثغر عظيم وربينا أبناءكن على ذلك. والله ناصر دينه ولو كره الكافرون. والله ناصر دينه بنا أو بغيرنا. فلنكن ممن يركب السفينة خير من أن نكون ممن تمر عليهم السفينة. نسأل الله يثبتنا جميعا. ما شاء الله بارك الله فيك شيخ حسن كتاني جزاك الله خير أكرمتنا بهذه الحلقة وبهذه الكلمة الطيبة. الله يكرمك ويجزيك بخير. نتمنى إن شاء الله نستضيفك في حلقة أخرى إن شاء الله. شكرا بزاف على المتابعة ديالكم. حياكم الله. السلام عليكم.